يا عمي. هلو، يا أهلا وسهلا فيكم. مقطع اليوم حوريكم كيف تحمل ستاربكس من غير إضافات بسكو. نروح للمنيو ماني شورتس، جست جو تو ماني شورتس، بعدين نختار أي ماب. نروح للجاليري، ننزل تحت شوية، نخليها شو بيس جيم، ونكتب هنا فوق ستاربكس. طبعا في أكثر من واحد، انتو حرين اي تبوا، بس أنا عجبني هذا أكثر شيء. أنا أحطه في المفضلة. تقدر تحفظوه هنا في اللايبراري، تقدر تحطوه على طول من هنا. حيطول، مستنى هذا لين يخلص. حختصر المقطع، نضغط هذا على انفيزيت، نضغط على هذا، نغير هنا فوق، نخليه بار، بعدها نضغط على هذه. إذا حبيت تغيرونها أنتوا براحتكم، يصير كذا نضغط. إذا حابين ستاربكس يكون أكثر واقعية، حملوا إضافة داين أوت. وصلنا نهاية المقطع، لا تنسوا تحطوا لايك، وإذا كنتوا جدد في قناتي لا تنسوا تفعلوا جرس التنبيهات وسووا لي سبسكرايب. باي.